مرحبا، معاكم ميك اب ارتست شريفة الجابر. اليوم راح نسوي ميك اب توتوريال على الجميلة الفنانة شيخة العسلاوي مع البراند اور جلاس. اول شيء راح نبلش مع البيس اساس نهيئ البشرة حق الفاونديشن. بعدها راح نحط لها الكونسيلر درجة القامج أساس نغطي الهالات. بعدها راح نستخدم لها فاونديشن أربن ديكي. الحين راح أرجع أنور الأماكن اللي أبي أنورها بالكونسيلر الفاتح. حالياً راح أتبلت لها كل شغلنا باللوس باودر. وراح استخدم لها أقوى بلاشر برونز من بسام فتوح. والحين راح أحط لها البلاشر مورنينج بلاش كامل من بسام فتوح. استخدم لها ماسكارا اور جلاس. طبعا الماسكارا وايد حلوه حق الرموش، تكثف وتطول.